أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام. وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي، شدد الرئيس السيسي على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية. أنا قلت الكلام ده من أسبوعين، لأن إحنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطرة على أسعارها ما أمكن حتى نهاية هذا العام. حتى نهاية هذا العام. نهاية هذا العام. إن شاء الله. وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات، مع مجتمع مدني، مع الغرف، مع الأسواق، لا ينتهي حتى تنتهي الأزمة دي بتداعياتها. إن شاء الله. فشوفوا الموضوع دوت، ونحن ممكن نتحرك فيه ونعمله يا دكتور مصطفى.